فيديو سلام، يعطيكم العافية. إذا في شغلة في الدنيا بتستاهل 20 ساعة طيران وأكثر من 16 ساعة في السيارة عشان تيجي تزورها شغلة طبيعية، فهي هاي الأفينيو دا باو باو. هذا الشجر من أجمل الشجر اللي شفته في حياتي. طبعا بغض النظر جماله اللي أنت شايفه، الطبيعة اللي معطيها طبعا موجود في كل الأماكن، بس هون عامل هو زي شارع. العلماء إلى الآن ما عرفوا ليش، في كتير ثيوريز طبعا، بس كلها ثيوريز، ما عرفوا ليش هذا بس موجود في مدغشقر، مش موجود في أي مكان آخر. موجود بس one species، بيختلف كتير عن هذا في أفريقيا وفي أستراليا، وهذا قد يثبت نظرية أنه هذه المنطقة منشقة عن أرض أستراليا. المنظر مش طبيعي، هذه الأشجار عمرها أكثر من 1000 سنة، وناس ديلي الفلوجر حكى في احد افلامه لما اجى هون الفيديوهات تبعته انه هذه الاشجار لو كانت في القدس لاصبحت اشجار مقدسه، لانها فعلا بالنسبه لاهل البلد هون مقدسه، ما بيقطعوها نهائيا، وهذا السبب انها موجوده ومعمره. لكن للاسف زي ما انتم شايفين قطعوا كثير اشجار حواليها، وهي بتعيش بس في الفورست، فهذا ادى الى موت بعضها، ولكن بشكل طبيعي هي عايشة لآلاف السنين، بتحاول إنها تخزن المياه داخل الجذر تبعها والجذع، وبتخلي شوية أوراق في الأعلى عشان تحافظ على تنفيس الماء منها وتخفف من نسبة التبخر فيها. شجر طلعوا هاي الأشجار إشي مش طبيعي، يعني أنا مستغرب. حورجيكم الطريق اللي جيناها في آخر الفيديو، وضلكم متابعونا ونشوفكم قريباً.